المجسمات البيداغوجية. لدينا مقطع مطلق مباشرة من بعد تشغيل المحاكم. نظم المركز 555 للتدريب المتخصص في النقل الشهيد محمود بن عكشة من الناحية العسكرية الخامسة زيارة موجهة لفائدة وسائل الإعلام الوطنية بقصد التعريف بها بهذا المرفق الهام الذي تفخر به القوات البرية، وهو مؤسسة تكوينية تتوفر على كفاءات بشرية عالية وتجهيزات مادية وبيداغوجية متطورة تسمح بإعداد وتكوين رجال جند سواق مؤهلين وأكفاء. بهذه المناسبة طاف الوفد الإعلامي على مختلف الورشات المعروضة والمنشآت البيداغوجية من قاعات للتدريس ومحاكيات السياقة، أين قدمت لهم شروحات حول مختلف مراكز التكوين أو مراحل التكوين بالمركز.